سادتي سادتي أسعد الله مساءكم بخير وأهلا بكم ضمن هذه النشرة الإخبارية، ونعتذر عن هذا التأخير لأسباب تقنية. مستهل ونشرة من الجزائر، حيث صرح الأمين العام والسابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني بأن الصحراء مغربية وأن هذا الموضوع يجب أن ينتهي، ويتعين على الجزائر والمغرب أن يفتح حدودهما ويطبع علاقاتهما. وأكد سعيداني في حديث نشرته اليوم الخميس صحيفة كل شيء عن الجزائر: أنا في الحقيقة أعتبر أن الصحراء مغربية وليست شيئا آخر. وقال أن الجزائر تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تسمى البوليزاريو بحسب تعبيره منذ أكثر من 50 عاما دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرج من عنق الزجاجة. التقرير التالي لفات حلبي. مضت على التاريخ سنوات خداعات، صدق فيهن الكاذب وكذب الصادق، خون فيهن الأمين وأتمن الخائن، كما نطق فيهن الرويبض كذبا وتلفيقا غشا، فألبس الباطل ثوب الحق، أقنع دولا بضرورة استقلال الصحراء عن مغربها تحت مسمى حق الشعوب في تقرير المصير، إلى أن جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ما لم يستع غيره أن يقوله: فالموضوع داخل خانة المحرمات. قضية الصحراء من الطابوهات التي قد تكلف المفتي فيها بعكس تيار نظام العسكري الجزائري حياته، لكنه الحراك الشعبي حيث حرية التعبير خارج فكي الجنرالات. جاء وللتعليق على هذه التصريحات الإعلامية الأخيرة للأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية حول قضية الصحراء، أجرينا اتصالا مع الصحفي والمعارض الجزائري هشام عبود لنتابع. إن الخرجة هذه ديال عمار سعيداني الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير ما لم تأتي بشيء جديد بالنسبة للساحة الجزائرية، يعني الكلام كان اللي قالوا يصب في اتجاه تملق للنظام وخاصة لشخص قائد الأركان. يبقى موضوع الصحراء لما اتطرق له، هو كان سبق نتكلم عن الموضوع هذا حتى في عهد بوتفليقة، واليوم إلى زيد يتكلم يعني زاد وضح، كان أوضح الكلام هذا يدور في الشارع الجزائري كامل، وأنا شخصيا أعتقده وتكلمت فيه مع الكثير من الإخوان سمعت في الجزائر وخارج الجزائر. مع كل أنا دائما خارج الجزائر لكن مع الجزائريين، أنا عايش خارج الجزائر، أنا منفي، أنا عايش في المنفى. قضية البوليزاريو هي قضية من المفروض أنها انتهت. البوليزاريو فقد من كان يرعاه ومن كان يموله ومن كان وراء إنشائه ومساعدته في الجزائر. هناك من مات وهناك من هو في السجن. أول ضابط درب أول وحدة عسكرية البوليزاريو اليوم راه في السجن. عبد العزيز بوتفليقة لما كان وزير خارجية في 75 ولما ناضت قضية الصحراء اليوم راه معزول وراه يعني في حالة يرثى لها. ويحيى والجماعة يعني تشوف البوليزاريو اليوم في وضع لا يحسد عليه، كل من كان وراءه في السجن أو في حال فرار مثل الجنرال خالد نصار، لأن الناس هذو كانوا يدرعوا بالبوليزاريو لخلق فتنة بين الشعب الجزائري والشعب المغربي. قلت ميزانيتين سريتين في الجزائر لا تمر على البرلمان، ميزانية وزارة الدفاع وميزانية البوليزاريو. لما تولي ميزانية سرية، إذا هي تولي ميزانية تاع السوق السوداء، هذه ميزانية مهربة،
هذه ميزانية مسروقة من الخزينة الجزائرية. يكفي أنك تذكر هذا تفضح هذا البوليزاريو، لأن حكاية البوليزاريو انتهت اليوم. إلى نيويورك، حيث أكد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد ولا أحد لقضية الصحراء. وشدد هلال في كلمة أمام اللجنة على أن المملكة المغربية تجدد تأكيد التزامها بالعملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق لقضية الصحراء، مبرزا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي التجسيد الوحيد والأوحد لهذا الحل. وأكد السفير على أنها استئناف هذه العملية ينبغي أن يتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، والتي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2468، لا سيما المواد المستديرة بمشاركة كاملة ونشطة ومسؤولة لجميع الأطراف. اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء دون تصويت قرارا جددت من خلاله دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية لقضية الصحراء، داعية جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام بغية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، ويدعم القرار والمسار السياسي الذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 في وفق التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء. في موضوع آخر، احتضنت اليوم قاعة الاجتماعات بولاية جهة العيون الساقية الحمراء اجتماعا حول المشاورات الجهوية حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية لتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط. اللقاء رأسه والي الجهة بحضور عمال الأقاليم المشكلة للجهة ومديرة الوكالة والمنتخبين وعدد من مسؤولي المصالح الخارجية. وتفاصيل في متابعة لمليكة المراط وصالح الجيبي. مشاورة إقليمية شهدتها قاعة الاجتماعات بولاية الجهة، وذلك حول التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، حيث تم تقديم الورشة الأولى. تم من خلالها مناقشة مضامين ومقتضيات القانون 1294 من خلال عرض مستجداته والإكراهات المطروحة. اليوم نحن في المحطة العاشرة في إطار سلسلة من اللقاءات على الصعيد الوطني بخصوص المشاورات الجهوية لإعداد استراتيجية لتدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق سنة 2030. هذه المشاورات الجهوية هي مرحلة أساسية، لأنه أي تدخل لابد من التشخيص، والهدف اليوم هو تشخيص ورصد واقع الحل من خلال الإنصات والإصغاء لمختلف الفاعلين المحليين لمعرفة الإكراهات المطروحة وكذلك الإشكالات المطروحة، سواء تعلق الأمر بمعالجة المباني الآيلة للسقوط أو تعلق الأمر بالتجديد الحضري. هذه الدراسة هذه تتهدف إلى وضع استراتيجية ديال التجديد الحضاري، ولكن انطلاقا من الانتظارات ديال الفاعلين المحليين والجهويين، وهذه مقاربة فريدة من نوعها، مقاربة في إطار ما يسمى من تحت إلى أعلى. هذه الدراسة عندها ثلاثة ديال المراحل، مرحلة ديال التشخيص اللي حنا الآن بصددها، مرحلة ديال وضع الاستراتيجية والسيناريوهات ديال التدخل، والمرحلة الثالثة هي مرحلة ديال التنفيذ. كما تم أيضا تقديم ورشة ثانية حول موضوع التجديد الحضري وتجاربه وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في الجهة، حيث تم الإنصات لمختلف المتدخلين والفرقاء مع إعطاء اقتراحات قاربت انتظارات الفاعلين والشركاء في هذه المبادرة، والتي انطلقت في 8 يوليو من سنة 2019 بمدينة صفرو. احنا في هذه الورشة اللي غادي تبدأ إن شاء الله، مكتب دراسات خاصة يجينا لعين المكان، وخاصنا حصينا المنازل اللي آيلة السقوط، النهضة واحد والنهضة جوج فيها 1200، شارع محمد الخامس تقريبا فيه 90، والتصفيف ديالو يعني الأمور كاملة حصيناها، ونتحانوا مكتب الدراسات باش يجي باش يشخص هذه الأمور كاملة. عندنا 310 دور
اللي هي تم بنائها منذ القدم سنة 1880 إلى 1891، هي الآن آيلة للسقوط. تم إحداث واحد برنامج ديال تبديل هذه الدور بدور أخرى نواتية تضم 310 دور نواتية بالمدينة. هناك أيضا برنامج مهم يتعلق بالمآثر التاريخية اللي هي تم إحداثها وتم بنائها إبان الحقبة الاستعمارية. عندنا 21 موقع تاريخي من بين هذه المواقع، مبنى كسمار اللي تم بناؤه من طرف ماكنزي. ورش إصلاحي كبير إذن انخرط فيه المغرب استجابة للتعليمات الملكية السامية، والتي تضمنت توصيات لتثمين التراث التاريخي والثقافي، والذي سينعكس على جمالية الجهة وسيحافظ على المواقع التاريخية والمباني التي لها دلالات تاريخية ليكتمل المشهد الجمالي العام. في الشأن الفلاحي، انطلقت اليوم بالجماعة الترابية تغجيشت بإقليم قليميم أنشطة عروض الدورة الحالية من المعرض الجهوي للتمور الذي يحتفي بموسم الانفتاح الواحي بهذه الجماعة. تظاهرة تنظمها الجماعة الترابية تغجيشت وجمعية موسم التمور، حيث اختير لها كشعار هذه السنة النموذج التنموي بالواحات وتحديات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب. ولي الجهة ورئيسة مجلس جهة قليميم مادرون حضر الأنشطة الافتتاحية بهذا المعرض، وتفاصيل في متابعة حافظ محضار عبد الرحيم حاج. جماعة تغجيشت القروية التي تحتضن كبرى واحات التمور على صعيد الأقاليم الجنوبية تحتفي بموسم قطاف هذه الثروة الطبيعية التي باتت المنطقة تشتهر بإنتاج أرفع أصنافها. المعرض الجهوي للتمور موعد سنوي يتزامن مع موسم الإنتاج، يعد فرصة مواتية لإبراز أهمية هذا المنتوج الذي يعد عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المنطقة. عشرات التعاونيات والجمعيات المنتجة لا تفوت الفرصة للمشاركة وتسويق إنتاجاتها من مختلف أنواع التمور ذات الجودة العالية. الحمد لله هذا العام، الحمد لله اللهم لك الحمد، طال الله التمر عطى الله الفرين الحمد لله، وموجود الخير الله يكمل خير، والناس راهم عاطين القيمه لهذا الشيء. عندنا انواع ديال التمر، منها المجهول ومنها بوسكوري، وكاين واحد النوع اخر بسميتو اكليدز، واضافه الى بوفكوس. وهذه الثانية مشاركة في هذا الموسم، هو واحد الباب اللي كيفتحوا لنا كتعاونيات باش نعرضوا المنتجات ديالنا المجالية، وخصوصا في منتجات ديال التمر، واللي تعاونية ديالنا فريدة اللي كتنتج التمر ومشتقات ديالها، خصوصا ملي كنديروا يعني مجموعة ديال المنتجات ديال التمر اللي هي القهوة وهذا والكوفيتير وتحلاوت. بالنسبة لنا كهذا المعرض هذا هو باب أيضا للتعارف مع تعاونيات أخرين اللي حضروا على الصعيد الوطني وأيضا في جهة قليميم مادنون. المعرض الجهوي للتمور يستقطب سنويا أعدادا مهمة من الزوار من داخل وخارج الجهة، فضلا عن عارضين ومنتجين من أرجاء أخرى من المملكة. هي فرصة لتبادل التجارب والخبرات في مجال تثمين وتسويق هذا المنتوج الواحي، وإبراز الأشواط التي قطعها النسيج المحلي التعاوني على مستوى تطوير وسائل وتقنيات الإنتاج. عدة شباب داروا واحد العدد ديال الضيعات فلاحية نموذجية ديال التمور في تغجيشت، وهذا العام الحمد لله كاين ثمن في المنتوج، وكاين الجودة في المنتوج، والفلاح عنده واحد المدخول كبير في هذا المنتوج ديال التمور، وكاين عدة تعاونيات في عدة الأقاليم، وكان تبادل ديال الخبرة والتبادل التجارب بين التعاونيات. تتواصل عروض وأنشطة هذا المعرض الجهوي حتى 19 من الشهر الجاري. المنظمون حرصوا على تسطير برنامج وفعاليات احتفالية تليق وحجم هذه التظاهرة السنوية التي تحتفي بموسم الإنتاج. ورشات تكوينية وعروض وأماسي فنية وفقرات تنشيطية تتيح إشعاعا من نوع خاص لساكنة هذه الجماعة، تزامنا مع موسم قطاف ما تدره واحاتها من منتوج التمور.
إلى نواكشوط العاصمة الموريتانية، حيث يشكل قطاع السياحة والصناعة التقليدية دعامتين أساسيتين للاقتصاد المحلي، غير أن المهنيين يسعون إلى استثمار العلاقة الوثيقة بين القطاعين لتحقيق نهوض وتقدم اقتصادي يعود به النفع على المهنيين والاقتصاد الوطني. في متابعة غالي الجالح. هنا شارع الصناعة التقليدية بقلب نواكشوط الوجهة الأولى للسياح بالمدينة، لكنه تضرر كثيرا في السنوات الأخيرة بفعل تراجع السياحة في البلاد. هذا الصانع التقليدي ورث المهنة عن آبائه الذين مارسوها لقرون طويلة، يعتقد أن سبب تراجع مداخيل محله هو القطيعة الحاصلة بين قطاعي الصناعة التقليدية والسياحة. بالنسبة لنا اللي قالوا جانب السياحة، بالنسبة لنا نعتبره جزء من الصناعة التقليدية، لا يتجزأ، وانفصال السياحة عن جانب الصناعة التقليدية بالنسبة لنا نعتبره الشلل في السياحة والشلل بالنسبة لنا مجال الصناعة التقليدية. الحكومة الموريتانية دعت الفاعلين في قطاع السياحة إلى أيام تشاورية للخروج بنقاط وإجراءات تضمن النهوض بالسياحة لتساهم في تنمية البلاد وتمتص البطالة. وزير السياحة حضر اللقاء والنقاشات ووعد بالعمل على تنفيذ التوصيات. دوام التواصل لتحقيق ما تم الاتفاق عليه مهما كلما كان ذلك ممكنا، ونتمنى أن يكون الموسم السياحي القادم موسما متميزا، كما أتمنى أن نستطيع أن نقود هذا القطاع إلى الأمام وأن يزدهر وأن يعود بالفائدة على عموم الشعب الموريتاني. الخطة الجديدة تضمنت تنظيم قطاع السياحة ووضع معايير واضحة لمنح رخص العمل فيه، وهي النقطة التي أثارت الكثير من النقاش فيما أجمع الحاضرون على تثمين الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الإرهاب في موريتانيا والتي انعكست بشكل إيجابي على قطاع السياحة. الموريتانية واكبتنا للجانب الأمني، نعرفوا أن نحن لنستفاد من السائح 1000 أورو والله 2000 والله 3000 يعني تصرف عليه الدولة قد ذا اللي نستفاد احنا منه 10 مرات من أجل أمنه، نحن حاسين به وشاكر يشكر للدولة والدعم المادي اللي عدلت في قضية ولي شارتير اللي الموسم السياحي الماضي والموسم اللي سابق وارك حالا جزاه الله خيرا، راجي من عند هذه النقاط اللي طرحنا كاملين كمعوقات، على سبيل المثال قضية التأشر، على سبيل المثال قضية فوضوية القطاع شيئا ما في بعض من الأمور اللي احنا كقطاع خاص متباركين حالا نعدلوا له تنقيه ومتباركين مع متعاونين كاملين، لكن مخض منه الناس اللي بروفيسيونيل في هذا المجال اللي هو. تعتمد السياحه في موريتانيا بشكل اساسي على المدن القديمه وهي مدن نائيه كشنقيط وتيشيت وغيرها، حيث توجد مكتبات ومخطوطات عمرها مئات السنين ويقبل عليها السياح من اوروبا بحثا عن هذه الكنوز التي تنام في عمق الصحراء. ونبقى بعاصمتنا العلمية وفي الشأن التربوي، وبمبادرة مؤسسة سيد العالم للتنمية والتضامن تتواصل الورشات واللقاءات التحسيسية الخاصة بتكوين الطلبة والطالبات المقبلين على اجتياز مباريات ولوج أسلاك الإدارة التربوية. الدورة التكوينية على مدى أسبوع كامل يؤطر أشغالها لفيف من خبراء التفتيش وأطر المركز الجهوي للتربية والتكوين، كما يطلعنا على ذلك ربورتاج يوسف زعواطي ومبارك الباز. ضمان نسب نجاح قياسية بين صفوف المرشحين لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين هدف وحد جهود القائمين على تنظيم هذه الدورة. خبراء التفتيش في الإدارة التربوية وأساتذة مركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وضعوا نصب أعينهم هنا إعداد المرشحين من حملة الشواهد بالإقليم. هذه الدورة التكوينية جاءت تفعيلا للبرنامج السنوي اللي كتقوم به المؤسسة واللي كانت من أهدافه هو نهوض بالعمل على العنصر البشري وخاصة الشباب والنهوض بأموره. وبعد وارتأت الجمعية بعد ظهور مباراة توظيف أطر أساتذة أطر الأكاديميات، ارتأت برمجة دورة تكوينية في محورين أساسيين هم علوم التربية والديداكتي. مؤسسة العالم من خلال هذه المبادرة ارتأت على أنها تساهم كمؤسسة مجتمع مدني في الرقي بالمنظومة التعليمية أولا، وكذلك
بإبراز وتأهيل الكفاءات المنطقة من خلال عنها تعطيهم واحد عدة اللي تقد تعاونهم تستطيع أنها تعاونهم في اجتياز هذه المباراة ديال الأساتذة أطر الأكاديميات. بيداغوجيا التدريس القائمة على بلوغ المتعلم للأهداف الإجرائية موضوع هذه الحلقة من أيام الدورة التكوينية، دورة تناقش محاورها مجتمعة كافة مستجدات منظومة التربية والتكوين. الغاية بطبيعة الحال كما أسلفت وهو إطلاع الإخوة والأخوات على رزنامة من المفاهيم على نحو أولي وجزئي، ويبقى للإخوة والأخوات يعني إمكانية الحفر وإمكانية الاشتغال في اتجاه تكوين ذاتي على نحو يستهدف النجاح والتوفيق في هذه المباراة إن شاء الله. هي ضرورة هذه الدورات التكوينية باعتبارها دافعا قويا للمترشح بحيث أنه يحصل له إلمامة شاملة لمنظومة التربية والتكوين وعلوم التربية والديداكتيك التي يحتاجها المترشح المقبل على مهنة التدريس، والتي تخول له أن يكون له دافع قوي في النجاح بتفوق. دورة ستمكن المستفيدين إذن من الطلبة والطالبات المقبلين على اجتياز مباريات التوظيف بالتعاقد، ستمكنهم من حزمة المهارات والكفايات الأساسية لتحقيق المأمول وولوج أسلاك الإدارة التربوية. انتقل إلى عفو الله المرحوم سيد أحمد والمويليد والمسيعيد عن سن تناهزه 72 عام الفقيد، ينتمي لقبيلة يقود. وانتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمة متلغضف عن سن 90 عاما فقد تنتمي لقبيلة تركز، كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة حجيبة راخي الدير عن عمر يزول 60 عاما فقد تنتمي لقبيلة إيتوسا غوارين، رحم الله الجميع واسكنهم فسيح جنانه والهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللحظة إلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. المدن الجنوبية ستكون أجواء قلة السحب لا صافية بالمنطقة، هذا مع درجات حرارة 22 منتظرة بالرباط، وبباقي المناطق ستكون درجات الحرارة متباينة تتراوح ما بين 32 بسيدي فني 24 بقليميم، وكذلك بالطنطان والسمارة والعيون 23 ببوجدور 22 ببوكراع 21 بالطرفية 31 بيزاك 30 بأسا و 32 بسليف. بباقي المناطق ستكون أيضا درجات الحرارة متباينة. إحدى وثلاثون بقلت الزمور 28 بمدريق 24 بالداخل 35 منتظرة بأوسل و 29 من المرتقبة تشهدها القويرة. حالة البحر وعلو الموج على ساحل التصيل الجنوبي، سيكون البحر هائج تتراوح ما بين متر ونصف إلى 3 أمتار. شروق الشمس غدا إن شاء الله على الساعة 7:56 والغروب على الساعة 7:17. حالة الطقس ببعض العواصم والمدن المجاورة 29 منتظرة بتندوف 43 منتظرة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط 40 بنواذبو و 34 بزويرات. قبل أن ننهي هذه النشرة أعتذر عن الأسباب التقنية لنشرة هذه الليلة، ولنا عودة لموضوع تقرير فاتح حلبين عن تصريحات عمار السعيداني بشأن قضية الصحراء. إلى اللقاء.